حكمت المحكمة أولا ومعاقبت علاء فتحي محمد أبو رباح بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي نهاية سكة الحديد مبلغ قدر 8,888,263 جنيها و26 قرشا تعويضا عن الأضرار التي لحقتها. ثانيا ومعاقبة كل من أيمن الشحات عبد العالي عبد العاطي سليمان وعاطف نصر يوسف محمد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما. ثالثا ومعاقبة كل من أيمن محمد العدس وسامح صبحي بسطروس جلبس ويحيى أساعد الدين محمد الكاشف وعادل سيف يوسف علي مصطفى ومصطفى عبد الحميد محمد نصار بسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليهما. رابعا ومعاقبة محمود حمدي توفيق علي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه عما أسند إليه بشأن تعاطي مخدر والحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات عما أسند إليه عن باقي التهم. خامسا ومعاقبة كل من محمود فتحي أمين خليل ومسعد رشاد علي علي بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما. سادسا ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف موافق بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات عما أسند إليه. سابعا ومعاقبة مهدي محمد مهدي عبد العال بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه. ثامنا ومعاقبة محمد عبد العزيز محمد علي بالحبس مع الشغل لمدة 2 سنوات عما أسند إليه. تاسعا إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية. عاشرا وفي الدعوات المدنية في حالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.